نعم كان محمد عليه الصلاة والسلام عربيا، نعم نزل القرآن بلسان عربي مبين، وبدأ الإسلام بالعرب في جزيرة العرب. نعم لا جدال أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي، لكن هل العرب بعد الخلافة الراشدة هم من أسسوا العلوم الإنسانية؟ هل العرب هم من بارعوا في علوم الحضارة الإسلامية؟ هل العرب هم من حققوا الفتوحات الإسلامية والتي انتشر بها الإسلام؟ السؤال هنا بدقة، هل انتشر الإسلام وازدهر بالعرب فقط؟ هل كان دور العرب في رفعة الإسلام هو الأكبر؟ اسمع وشوف، ابن سينا العالم الكبير وأول من وصف أسباب اليرفان والتهاب السحايا وأعراض حصى المثانة وصفا صحيحا. ابن سينا كان طبيبا وفيلسوفا فارسيا، أصله من أوزبكستان، ألف 200 كتاب في الفلسفة والطب. عباس بن فرناس والذي اشتهر بصناعة الآلات الهندسية كالمنقلة وصناعة الآلات العلمية الدقيقة، وصنع آلة تشبه الاسترلاب ترصد الشمس والقمر والكواكب. ابن فرناس أول من فكر في الطيران، يعتبره المنصفون أول رائد فضاء. عباس بن فرناس كان أمازيغياً من زندة بأسبانيا. ابن بطوط الرحالة الشهير وأمير الرحالة المسلمين كان أمازيغياً من قبيلة لواتا الأمازيغية وولد بطنجة في المغرب. الفارابي الطبيب الحاذق وأشهر المسلمين الفلاسفة الذين يتقنون العلوم الحكمية. الفارابي من مدينة فارب التابعة لإقليم تركستان. الفارابي كان عجمياً وليس عربياً، كان تركياً. أصحاب الكتب كتب السنة ليسوا عرباً. البخاري بلده بخارى وهي مدينة في أوزبكستان، البخاري كان فارسياً. الإمام مسلم من مدينة نيسابور بإيران، الإمام مسلم كان فارسياً. أبو داود صاحب السنن من أفغانستان. النسائي صاحب المجتبي من مدينة نسا جنوب غرب العاصمة التركمانية عشق أباد. الإمام الترمذي من مدينة ترمذ بأوزبكستان، الترمذي كان فارسيا. الإمام ابن ماجه من قزوين أحد مدن إيران، ابن ماجه كان فارسيا. سيبويه أشهر علماء اللغة على الإطلاق كان فارسيا. أبو بكر الرازي واحد من أعظم أطباء الذين عرفتهم الإنسانية كان فارسيا. صلاح الدين الأيوبي محرر المسجد الأقصى وبيت المقدس كان كرديا. القسطنطينية والتي انتظر المسلمون 8 قرون حتى تحققت بشارة سيد الخلق محمد. لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذا الأمير الذي فتحها كان محمد الفاتح، كان تركيا. محمود بن ممدود بن خوارزم والذي يشتهر بسيف الدين قطز قاهر التتار وقائد معركة عين جالوت الفاصلة، كان خوارزميا من أصل مملوكي. طارق بن زياد فاتح الأندلس لم يكن من أصل عربي، ولد في خنشلة في الجزائر من قبيلة نفزة الأمازيغية. طارق بن زياد والذي ينسب إليه جبل طارق كان أمازيغيا. يقول ابن خلدون: من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من العجم، وليس في العرب حملة علم لا في العلوم الشرعية ولا العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبه فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع إن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي. انتهى كلام ابن خلدون. ويا أهلي أيها العرب اسمعوا وعوا، بكم الإسلام قد بذر وبدأ، وبالفرس والأمازيغ والترك وأوزبكستان قد انتشر وازدهر. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وبالقرآن، فبهما نسمو وبدونهما نصغر ونضمحل. كونوا على يقين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الله غالب.